السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناة الملكة. اليوم وبما أنه الجميع عاد إلى المدرسة حنتناول موضوع جميل جدا وهي قرطاسية المدرسة. مثل ما إحنا شايفين عندنا دفتر المميز اللي بنستخدمه وأيضا قلم الرصاص بالإضافة إلى المسطرة. مثل ما أنتم ملاحظين قمنا مسبقا بتجهيز الأظافر بطبقة من البيس كوت لحماية الأظفر و قمنا بدهان ثلاثة أظافر باللون الأبيض إضافة إلى الأظفر الأخير باللون الأصفر. طبعاً هنقوم برسم القلم على هذه الثلاثة أظافر وهنقوم برسم المسطرة بلون أصفر. طبعاً الأظفر الأخير قمنا برسم الدفتر عليه، وطريقة عمل الدفتر هنتعلمها لاحقاً في الفيديو التالي. هنبدأ الآن برسم المسطرة وحنستخدم لهذا الغرض الفرشاة بالطول القصير. طبعاً هنستخدم اللون الأسود. زي ما بنعرف المسطرة بتتكون من خطوط قصيرة وخطوط طويلة. طبعاً إحنا هنرسم جزء من المسطرة. هنبدأ في البداية بالخط طويل. هنقوم بكتابة الأرقام، الرقم 1 والرقم 2. مثل ما انت احنا ملاحظين عنا القلم بتكون من خط أسود وخط أصفر. طبعاً الخطوط السوداء والصفراء رفيعة إضافة عريضة إضافة إلى بعض الخطوط الرفيعة باللون الأسود. فحنقوم بعملية تقسيم القلم على ثلاثة أظافر بحيث يحوي الأظفر الأول على رأس القلم، أما الأظفر الثاني حيحتوي على باقي القلم، أما الأظفر الأخير فحيحتوي على الجزء النهائي وهي اللي بتتكون من الممحاة والقطعة المعدنية. هنبدأ في البداية برأس القلم وحنرسم مثلث. باللون اللحمي اللي هو شبيه بلون الخشب الموجود في القلم. طبعاً دائماً مع بر القلم بتصير في عنا مثلثات في أسفل المنطقة الخشبية، لذلك يجب عمل بعض الخطوط المنحنية بشكل زجزاج. ومن ثم ملء المنطقة بكامل اللون. الآن حنكمل برسم باقي جسم القلم. مثل ما احنا شايفين حددنا خطين أصفر، حنقوم بطلاءها وبملئها كامل باللون الأصفر. يعني يمكن استخدام الريش العريضة في البداية، ومن ثم توزيع اللون على باقي أجزاء الأظفر.
هنتركها حتى تجف، بعدها نعود حتى. هنقوم الآن بتجهيز الجزء الأخير واللي حنقسمه نصفين، نصف حيكون لرسم الممحى والنصف الآخر للمنطقة المعدنية اللي بتمثل الوصلة ما بين جسم القلم والممحى. نستخدم اللون البرتقالي. طبعا ممكن زيادة أو إنقاص حجم الممحى حسب حاجتنا. أما الجزء الآخر فحنستخدم له اللون الذهبي. حنقوم بملئها كاملة. الآن حنقوم بعمل جسم القلم واللي حنستخدم فيه طبعا اللون الأسود. حنستخدم طبعا، نحاول إنه نضعهم حتى نقيس المنطقة السوداء اللي في المنتصف. نضع الخطوط الأولية ومن ثم ملئ المنطقة بالكامل باللون الأسود. كالعادة حنقطع خطين رفيعين إلى جانب الخط الذي في المنتصف. في النهاية المنطقة المعدنية بنلاحظ انه فيها خطوط عادة. حتى نحصل على هاي الخطوط قررنا نستخدم لون البرونزي حتى نعمل خطوط تساعدني في اعطاء الشكل النهائي السليم. نضع بعض الخطوط الرفيعة، طبعا هي ما راح تكون ظاهرة بشكل كبير لكن هتعطيني المنظر اللي برغب فيه. هذا هو الشكل النهائي، وكالعادة ما ننسى انه ننهي بطبقة من التوب كوت حتى نحافظ على التصميم ونعطي شكل لمع وبراق. نتمنى انه يكون نال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.